قد ازداد الحديث مؤخرا حول عشبة تفاحة آدم وعلاقتها بتأخر الحمل والإنجاب وعلاج العقم لدى النساء. فما هي عشبة تفاحة آدم؟ وهل بالفعل تعالج تأخر الإنجاب أو العقم لدى النساء؟ ستجدين الإجابات لجميع هذه التساؤلات ومدى صحة هذه الأقاويل في هذا المقطع، فابقي معنا. ما هي عشبة تفاحة آدم؟ هي عشبة تنبت من شجرة تفاحة آدم، والاسم العلمي لهذه الشجرة هو تابغني مونتانا كراسا، وهي من عائلة أبوسينيسياي، وتنمو في المناطق الاستوائية الرطبة بقارة إفريقيا الوسطى، وهي موطنها الأصلي، كما تنتشر تلك الأشجار بشرق جمهورية الكونغو وجنوب وشمال أنغولا. طول شجرة تفاحة آدم يتراوح ما بين نصف متر إلى متر ونصف، وتتسم بأوراق شمعية كبيرة وأزهارها كبيرة مدببة الشكل وذات رائحة زكية. ثمارها عبارة عن حبيبات قابلة للطحن، أما إذا تم طحنها تصبح عبارة عن بودرة خضراء اللون، ويتم استخدام هذه البودرة في مجال التداوي بالأعشاب. فما هي فوائد عشبة تفاحة آدم الصحية؟ من بين الأعشاب الطبيعية التي أثارت الحديث حولها وعن فوائدها المتعددة، هي عشبة تفاحة آدم لاحتوائها على كمية من الأندول، ولها فوائد هامة في مجال التداوي بالأعشاب. نذكر منها ما يلي: تستخدم العصارة الناتجة منها في صناعة المخدر الموضعي الذي يستخدم للعمليات الجراحية، تستخدم في علاج العظام والمفاصل، تعمل على سرعة شفاء التقرحات والجروح، تعد علاجا فعالا للصداع والصداع النصفي، تعالج الدمامل والخارجات التي تظهر في الأماكن الحساسة، تعالج الالتهابات الجلدية كداء الفيلاريا والسعفة، تساعد في علاج الالتهابات الناتجة عن الفطريات، تعمل كطبقة حماية تمنع تخثر الدم، تستخدم أيضا كطارد للديدان، وتستخدم أوراقها بعد تجفيفها وطحنها كطارد للصراصير. أما لحاء الشجرة فيستخدم في الكثير من العلاجات العشبية على مستوى العالم. علاقة عشبة تفاحة آدم بتأخر الإنجاب: قد خلق الله لكل داء دواء، وأغلب ما نبحث عنه في التداوي هي الأعشاب الطبيعية، وذلك لأن الأعشاب الطبيعية آمنة على الإنسان ولا تشكل أي خطر كالتركيبات الكيميائية التي لها آثار جانبية ضارة على الصحة، ومضارها أكثر من منافعها. فنجد من تلك الأعشاب علاجا لمرض السكر والضغط والكبد والقلب والقرحة وغيرها من الأمراض. أما فيما يخص عشبة تفاحة آدم، فبعد البحث عن فوائدها في الكثير من الأبحاث لم نجد لها أي علاقة بعلاج تأخر الحمل والإنجاب لدى المرأة، وأن جميع ما يقال حول ذلك ما هي إلا مجرد أقاويل متناقلة، ليس إلا أن لها بعض الفوائد الصحية الخاصة بالنساء سنذكرها فيما يلي للعلم بها: تمنع تجمع وتجلط الدم وتزيد من تدفقه في الجسم ليصل أكبر قدر من الدم المحمل بالأكسجين إلى الرحم، تساعد في نزول الدورة الشهرية في حال تأخرها، ويتم استخدام عشبة تفاحة آدم لهذا الغرض أي لنزول الدورة الشهرية، مثلها مثل القرفة وغيرها من الأعشاب التي تساعد في نزول الحيض، بشرط أن تتأكد المرأة من عدم وجود حمل من خلال عمل اختبار حمل قبل استخدام تفاحة آدم. فإن وجد الحمل لا يتم استخدامها مطلقا،
وذلك لأن مفعولها قوي ومن الممكن أن يؤثر على الجنين أو يحدث الإجهاض لا قدر الله. وفيما يلي إليك طريقة استخدام عشبة تفاحة آدم. نخلط ملعقة صغيرة من مطحون تفاحة آدم مع كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة عسل، ويتم تناوله على الريق كل صباح، أو تؤخذ ملعقة صغيرة من مطحون تفاحة آدم دون أي إضافات تسف، ومن ثم يتم تناول ورائها أي مشروب ساخن كالحليب أو اليانسون أو غير ذلك، وذلك قبل النوم مباشرة. ويتم استخدام عشبة تفاحة آدم عند الحاجة لها فقط، أي في حال تأخر الدورة الشهرية والتأكد من عدم حدوث حمل أو الشعور بآلام الدورة في أسفل البطن والرحم. وبذلك أيها الأخوات نكون قد ألقينا الضوء على عشبة تفاحة آدم وفوائدها الصحية وعلاقتها بالإنجاب. ويبقى أن أقول لك أختي المرأة، ليس كل ما يقال هو حقيقة، فلا تقومي باستخدام شيء خاص للتداوي إلا تحت إشراف طبي، حتى لا تعرضين نفسك للأخطار التي ربما تعود عليك بالأضرار الجسيمة، فإن الله هو الذي يعطي وهو الذي يرزق. وتذكري قول الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.